بعد مرور ذكرى ثورة 25 من يناير المصرية أمس بسلام رغما عن تحريض الإخوان ودعواتهم للعنف، كتب المغردون العرب اليوم: 26 يناير جميل، يوم هادئ في مصر، يوم كغيره من الأيام في عالمنا العربي. سنعمل سوية لبناء قوة عربية من الخليج للمحيط. كما تصدر عربياً في الساعات الماضية هاشتاغ مصري بعنوان محدش نزل، تعبيراً عن حالة الهدوء التي سادت البلاد. من جهته قال الفريق ضحي خلفان عبر تويتر: انتصرت مصر على كل المحرضين والمحرضات ضدها، وأكد الشعب المصري مرة بعد مرة أنه صاحي لمخطط التخريب. نصيحتي لكل الشعوب العربية: التفوا حول الحكام وساعدوهم في تحقيق الأحلام، وخذوا تجربة الإمارات في تلاحم الشعب مع الحكومة، وستنجحون كما نجحنا. في حين أكد المصريون أنهم لم ولن ينسوا شهداء الثورة ومطالبهم لأجل وطن أفضل، وذلك في هاشتاغ بعنوان تذكروا مطالب الشهداء. فشل الإخوان في الحشد في ذكرى الثورة المصرية أمس دفعهم لإطلاق شائعات أثارت سخرية المغردين، كخبر هروب الرئيس المصري من البلاد، وشائعة أخرى عن تواطؤ الإمارات مع موقع تويتر لحذف هاشتاغات الإخوان الداعية المصريين للتظاهر. وفي تويتر السعودية جدل يشتعل عبر هاشتاغ بعنوان زواج للشذوذ بالرياض، أطلقه المغردون مطالبين بمحاسبة عدد من الشباب عقدوا حفل زفاف فيما بينهم، ليثيروا بذلك الرأي العام السعودي ويحدثوا موجة غضب واسعة. فيما شكك مغردون آخرون بحقيقة هذا الفيديو قائلين أنه ليس من السعودية. وفي تويتر العالمي تداول المغردون مقطع فيديو للاعب الكرة الأسطوري رونالدينيو الذي فصلته لحظات قليلة عن الموت إثر سقوط عمود إنارة قبل مروره بلحظات خلال زيارة له لافتتاح دوري كرة القدم بالهند. وأخيراً أحلام مؤجلة وربما معلقة، يكتب عنها المغردون في هاشتاغ جديد بعنوان تخيل نفسك في 2080، فبين أمنيات شخصية لحياة مرفهة وأخرى تناشد أساسيات الحياة للأجيال القادمة، هناك من تنبأ بشكل الحياة في المستقبل. أتخيل نفسي في 2080، لاجئة في كوكب المريخ، الله يستر.